جاهز نعمله هلا. ايوه بس يجوا نعمله. لا ما هم انه يعرفوا انه نحن عملناه، اكيد انه حيعرفوا مين بده يعمله غيرنا يعني، بس نعمل هيك دربي يعني. انت بتتخبى مثلا بقول له رفايل مش هون شيء 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 مش يأذيهم، شيء هيك يكون في رياكسيون تبعهم يعني ردة الفعل تبعهم تكون قوية، نأذى خوف صريخ. بس ما لقيت شيء، عرفت كيف؟ مش انه مثلا نعمل لهم شيء رياكسيون تبعهم يكون شيء 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 خوف. حنان بس كسر لها المرايه وهي رح تخاف لحالها. كسر لها مرايات الاكاديميه؟ حلو مش حلو؟ تعال نعمل شيء، ناخذ شيء رهن ونحرقصهم فيه. يعني مثلا ناخذ لهم ثيابهم، ناخذ لهم صبابيتهم. شيء يعني ما يقدروا يعني نعطل لهم فيهم عملهم، انه اخذتوا لهم مش انه تاخذ لهم كادوية، كادوية شو حتفرق معهم يعني. فهمت كيف؟ ما رح يبين انه احنا الاثنين بس ما بيأثر، يبين بس يلاقون. بنصير هيك بدكم اياهم اعملوا لنا هيك، بدكم اياهم اعملوا لنا هيك تاخذون، عرفت كيف؟ فهمت؟ شوف بيسو اكثر شيء بيلبسه. بيسو ناخذ له مثلا صبابيته كله، حنان ناخذ له صبابيته وكل شيء. حطهم بالمطبخ هون تحكي. هيدي بناخذ لها الشنطة كلها، كل شيء فيها ثياب بنحطهم بنضبهم، حنان ناخذ لها الميك اب كله. ايه. حلو فكرة الميك اب لحنان. كل ميك اب ناخذه. حتى هيدي على فكرة. شو؟ حتى هيدي نخبي لها الميك اب. شيء بلحظتها يحسوا فيه انه ضاع. أنا دغري حييجوا علينا رفايل نسيم وين الغراض؟ ما في غراض. وهون نبلش نلعب فيهم. شو؟ تعال نطلع اوت البنات. نشوف أكثر شيء بيستعملوه. نحرق للمينيونز؟ نحرق لها ياه، ليش بدك تحرقوا للمينيونز يعني؟ ما فهمت. يلا حنا بنستعمل كثير هالشبشب. طب استعمل الزهر. هاي اللي تركت لها يا شانتال. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? يا إلهي ساعدنا نعمل مقلب في البنات. شو ما نعمل فيهم يا نسيم؟ إيش عرفني؟ ما بعرف نحن عشاق ما في إلا إشتاق سهران وقلبي مالك شي حق مالك شي حق تقول علي هنا عليك